وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحباتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن قضية الموتى والأموات ورؤيتهم في المنام. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الميت في المنام ومناداته للحي. يعني إيه أشوف ميت يناديني في المنام؟ وهل هذه رؤية محمودة أم لا؟ وهل لما الميت نادى عليك هل امتنعت من الرد عليه أم رددت عليه؟ من رأى ميتا ناداه من حيث لا يراه، يعني أنا سامع ميت، أنا عارف إن في المنام في ميت بينادى عليا بس أنا مش شايفه، ورد عليه، فهذه الرؤية جميلة جدا، تدل على أن هناك بعض الأمور الجيدة التي سوف تحدث له في الفترة المقبلة، وربما يكون هناك مفاجأة جميلة جدا له بمناداته له وأنه لا يرى. قد يرى بعض المفسرين أن هذه الرؤية غير جيدة، هذا اعتقاده أو تفسيره، لكن خلونا مع المعنى الجيد، فهناك شيء جميل جدا سوف يحدث له إن شاء الله تبارك وتعالى. الأشياء المزمومة في قضية منادات الميت إنه ينادي عليك وتتبعه وأنت لا تراه وتدخل في دار مجهولة ولا تخرج منها، طبعا الرؤية معناها يعتبر مفهوم، دي الجزئية الوحيدة اللي تعتبر سيئة. أما بخلاف ذلك فالرؤية تعتبر جيدة بإذن الله تبارك وتعالى. في نقطة كنت حابب أتكلم عنها في نفس الموضوع، قضية، يعني مش هسوي لها فيديو ولا حاجة، قضية الزواج من امرأة ميتة وهي في الحقيقة حية. يعني في إنسانة أعرفها في الحقيقة حية ورأيت في المنام أنها ميتة وأنا أتزوج منها. للأسف الشديد هذه الرؤية تدل على أنه سوف يعمل عملا سيندم عليه كثيرا، سيندم عليه كثيرا، أو ربما هناك شيء سوف يفقده أو خسارة مال، ومع شديد الأسف. بالرغم أن أنا أتكلمت قبل كده في قضية الزواج من ميتة أنها محمودة، لكن في الحقيقة هي ميتة، دي رؤية تعتبر محمودة. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.